سنة حلوة يا جميل. طيب ندردش دردشة سريعة بقى على ماتشين بتوع النهاردة. عندنا بعض الصور الجميلة من اللقاءين بتوع أوروبا الكبار، وعندنا بعض الفيديوهات هنشوفها بعد شوية، لكن خلينا الأول نستقبل مكالمة من صديقنا الجميل كابتن كريم حسن شحاتة. كابتن كريم مساء الأنوار. مساء الأنوار يا كابتن مدحت، إزاي حضرتك؟ قولي بقى أنت بتشجع مين في بطولة أوروبا؟ ريال مدريد طبعا يا كابتن. ريال مدريد طبعا. زي حالاتي طبعا. بس تتوقع عندها فرصه؟ والله هي اقوى فرصه بايرن ميونخ. بايرن وبعدين ريال وبعدين تشيلسي وبعدين اتلتيكو. خليني بقى اختلف معاك شويه، انا هحط بايرن واتلتيكو مدريد في مستوى واحد وبعدين والله وبعدين حط بعديهم ريال مدريد واختم بتشيلسي. هو بس الـ 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 يعني مش هقول الخبرات، ولكن هقول الماتشات النهائيه اللي في الاخر دي الفرق اللي ليها تاريخ شويه بتفرق مع الامور. يعني رغم ان اتلتيكو مدريد مخرج برشلونه وفرقه قويه، لكن يعني طبعا دي وجهه نظر حضرتك وتحترم، وخلي بالك يا كابتن يعني انت عارف كل الفرق قريبه من مستوى من بعض. صحيح صحيح يعني. صحيح. بايرن ميونخ فارق شويه. اوكي طيب، عموما ايه هيبقى ما بيننا المباريات دي، بس المهم نشوف القرعه مين مع مين ده الاول. بالظبط. طيب قول لي حابب تقول لي ايه يا كريم؟ والله كابتن مدحت في اليومين اللي فاتوا وصير كلام كده على موضوع كابتن حسن والمنتخب المغربي والعروض ومش عارف ايه. نعم. وفي احد الاعلاميين الكبار انا زعلان منه جدا، مش عارف بيحاول يقلل كده من كابتن حسن ويتهجم كده بطريقه مش ظريفه، وكان مكتوب في موقع الفجر، هو طبعا من خلال الاعلامي ده يعني مش عارف يعني زعلان منه جدا. مش عارف ليه بنحاول نهدم في رموزنا ونخلي نخلي شكلنا وحش. قال لك يعني اللي انا عرفته يعني من جوه ناس اصدقائي في موقع الفجر، قال لك ان في احد الاعلاميين يعني مخلي ناس تكتب كلام مش ظريف ان حسن شحاته يعني ايه مش عارف اجيب اللفظ اللي هم قالوه، بيجري ورا المنتخب المغربي عشان يدرب المنتخب المغربي او بيعرض خدمات ومش عارف ايه والكلام ده. فعايزين يعني يظهروا كابتن حسن بشكل مش كويس. طب خلينا الاول على نتكلم على الخبر، هل هناك خبر بهذا المعنى بالفعل؟ بص يا كابتن، هو الاتحاد المغربي بيفكر في يعني خلال الفتره الجايه يوم 13 في انتخابات اتحاد الكره المغربيه هناك. نعم. اللي هم بيسموها الجامعه المغربيه. وهيتم اختيار مجلس جديد للاتحاد المغربي لكره القدم. هم عندهم اكتر من سي في، يعني اكتر من سي في معروف. انت عارف يا كابتن دلوقتي الكوره في العالم اي مدرب او اي لعيب بيبقى لازم عنده سي في، السي في بتاعه بيبقى معروض على الاتحاد يعني. نعم. في مثلا كابتن حسن، في 3-4 كمان مدربين، تلاقي واحد فرنسي واحد مش عارف ايه كذا كذا. فهي القصه كده يعني من ضمن السيفيهات المعروضه السي في الخاص بكابتن حسن شحاته. اوكي. وانت كل دلوقتي مدرب يبقى او لعيب يبقى في وكيل اعمال، يعني حتى الناس كانت مثلا ممكن تكلمني انا ما عنديش خبره في التفاوض والكلام ده، فخليت ان في وكيل لاعبين او وكيل مدربين يكون مع الكابتن حسن، هو اللي بيتفاوض له، هو اللي مثلا بيجيب له العروض والكلام ده وبيعرض كابتن حسن برضه، عشان هي الكوره كده. نعم. بيتعرض السي في بتاعه على انديه وعلى هو اللي بيشتغل. نعم. بيجيب العروض وبعد كده مثلا بيجي يقول لكابتن حسن عندك عرض من مثلا من فلان من منتخب كذا من نادي كذا، وبيبدا التفاوض بس من خلال وكيل اللاعبين. وده امر طبيعي. وهو كابتن انا عايز اقول حاجه برضه يعني ما تزعلش مني. السبب الهجوم على كابتن حسن شحاته ان كابتن حسن شحاته بيطلع معاك. فهو متضايق شويه من الحته دي. انا طبعا ما يعني خليني اقول لك طبعا ان الاستوديو بتاعنا وده استوديو بتاعك ايضا هو اكبر من 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 الحوارات دي اكيد، لكن خليني كمان اكد لك حاجه تانية. يعني الإنسان إنجازاته تتحدث عنه، يعني لما نيجي نتكلم على الكابتن حسن شحاتة وانت في حضنه اهو وانت صغير اهو، ما ينفعش إطلاقا ان احنا نتكلم عنه لأن إنجازاته تتحدث. راجل واخد 3 بطولات أمم أفريقيا لم تحدث في تاريخ مصر، وأتصور لم تحدث في تاريخ العالم ان واحد أخد كأس أمم سواء أوروبا أو أفريقيا أو في التاريخ،
وبعدين راجل وداك كاس العالم القارات، وبعدين يكفي النهارده ان الفيفا اعتبرت ان الكابتن حسن شحاته هو الرجل الشخصية الرياضية في القارة الإفريقية بأكملها. تتصور اي يعني رياح خفيفة او ثقيلة ممكن تهز هذا الجبل الكبير اطلاقا؟ والله يا كابتن إطلاقاً. احنا انا ما بتكلمش عشان كابتن حسن بس، انا بزعل عارف ليه يا كابتن؟ احنا بتلكك ان يكون عندنا حد ظاهر في العالم. يعني احنا دلوقتي كلنا سعداء بمحمد صلاح طبعا، كلنا عايزين صالح جمعه وعلي غزال في البرتغال وحسام غالي في بلجيكا والنني في سويسرا وشيكابالا في البرتغال، عايزين الناس دي تبقى حاجه كبيره. كلنا بنستنى كابتن طلعت يوسف في ليبيا مع فريق اهلي طرابلس، كابتن طارق العاشي مع اهلي بنغازي. فلما بيكون عندنا حد كده ظاهر والناس بتتكلم عليه بره وعنده عروض والكلام ده، ليه بنحاول نقلل او نقلل من الراجل ده او نحارب او نحسسه ان احنا يا اخي طب افرح، افرح ان مثلا ممكن في حد بيتعرض اسمه في منتخب كبير زي المغرب، حتى لو بيتعرض اسمه. ليه بتحاول تظهر الجانب السلبي او الشكل السلبي؟ بالعكس احنا بنحاول يا كابتن مدحت ان احنا اي حد مصري نكبره ونقف جنبه ونضغط معاه وندعمه عشان يكون موجود في حته كويسه. فحاجات بتزعل وحاجات بتبين ان في ناس ما بتحبش الخير ومش عارف ليه بنعمل كده. يعني حاجات طبعا تزعل، وانا ما برضاش اقول الكلام ده في برنامجي والله يا كابتن. انا كنت بدردش مع الاستاذ ابو المعاطي زكي والاستاذ محمد ناصر وفضفضت معاهم، فقالوا لي كريم لا خش واتكلم. ما بحبش اتكلم عن كابتن حسن، يعني الفتره اللي فاتت حتى في البرامج او عندي في البرنامج او في اي حته ما بتكلمش. والله يا كريم الكابتن حسن لا يحتاج لاحد يتكلم عنه، انا بكرر كلامي مره ثانيه. خليني اختم معاك بقول الشاعر: اذا اتتك مذمتي من ناقص فهي دلاله على اني كامل. شحاته يعني لعيب محبوب، يعني بنقول عليه في البلاي ميكر او القائد. حسن شحاته جه سنة 80 وقرر الاعتزال، قعدنا نتحايل عليه: يا حسن لسه فيك وتقدر تدي وتقدر تعطي كتير قوي، لكن يعني قال لا انا لازم اعتزل. وعملنا له مباراة الاعتزال وتعاقد مع نادي الوسط في الامارات عشان يمرن الناشئين بتوعه، وجي فعلا وخد الناشئين وسافر ويلز وقعدوا شهر هناك عشان يمرن اللعيبه بتاعت نادي الوسط. فحسن شحاته بلاي ميكر بتاع نادي الزمالك. ابو كريم بدا مع الزمالك سنه 66 في اول مباراه مع الكابتن حماده امام، بعدها انتقل الى نادي كازما الكويتي بسبب الحرب احبته الكويت كلها، ثم عاد الى النادي الملك الابيض ليصول ويجول ويحرز الدوري المصري مرة واحدة عام 77 مع نادي الزمالك، وكأس مصر ثلاث مرات 75 77 79، وكان هدافا للدوري المصري موسم 76 77 79 80، وأحسن لاعب في مصر عام 76. كانت أهداف المعلم علامة مضيئة في تاريخ نادي الزمالك. حسن بصري علي خليل سامي منصور جول اول لنادي الزمالك، جول الاولاني لنادي الزمالك. انا بقول جول والكره لسه ما دخلتش الجول، وراح بيلعبها وانتو مع حسن شحاته ويقدر يشوط حسن وكذا راح شمال وكره حلوه جول. برافو يا حسن. حسن اللي فاهم ووصل لخط النص وبيزو وفات حسن وماشي حسن وفرق بالجول. برافو يا حسن، هيعمل ايه؟ ولعب كره. يا سلام يا